علشان نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور ابراهيم خالد، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. طيب خلينا في الاول تورينا او تقول لنا المشهد حاليا في محافظه مطروح، وتم التعامل ازاي مع الامطار والسيول الغزيره. هو لو جبنا الحدث كله من اوله، هي بدات سقوط الامطار يوم الاربعاء الساعه 9:30، وطبعا الارصاد الجويه كانت قايله ان الامطار خفيفه الى متوسطه على المنطقه الغربيه. الحمد لله كانت فعلا بسيطه وخفيفه على مدينه مطروح، ومدينه مطروح نفسها ما كانتش كميه المطر كبيره، ولكن المطر كان مكثف ومركز على المنطقه الجنوبيه لمطروح في الصحراء على مسافه 30 40 كيلو، وتجمعت في الوديان وعملت سيول ونزلت على مدينه مطروح. بدا نزول السيول على مدينه مطروح بعد انهيار احد سدود الاعاقه، وفي سدود معموله في الصحراء في الوديان مش بغرض تخزين ميه، ولكن تهدئه سرعه المياه او تجميعها لمساعدتها على التسريب في باطن الارض. احد السدود دي انهار على منطقه القصر والخروبه، وعمل انهيار كميه ميه، اندفاع كميه ميه كبيره جدا على المنطقه. على الفور كنا متواجدين، السيد وزير المحافظ متواجد معانا على طول بعد ما احترست الغرف العمليات وكل الاجراءات دي تمت، كان متواجد في الحدث سياده المحافظ، وامر بان احنا نحول الميه الى مسار بعيد عن التجمعات السكنيه، وتحولت على مسار في اتجاه البحر. والحمد لله المنطقه دي ما كانش فيها خسائر كتير، ولكن كانت في ميه على الطرق كتيره قوي فعلا، والحمد لله اتجهت الميه بمنطقه القصر والخروبه على البحر. المنطقه الثانيه اللي توجهت اليها الميه برضو كانت منطقه سوق ليبيا، ودي كانت في وسط الكتله السكنيه، والحمد لله تم السيطره على الموقف وتحويل الميه لمسار ثاني اتجهت الى البحر، واتمنع وصول الميه الى منطقه اللوكس ومنطقه سوق ليبيا. المنطقه الاخيره كانت منطقه الكيلو 4 والمقابر الكيلو 4، والحمد لله النهارده من حوالي ثلاث ساعات كده او 3 ساعات بالظبط انتهت الميه اللي كانت موجوده في الكيلو 4 وفتح الطريق الرئيسي لمدخل ومدينه مطروح. الاعمال دي كلها كانت متابعه من الحمد لله من السيد المحافظ، وهو متواجد معانا شركه القبضه، الساده الوزراء وزير الاسكان ووزير التنميه المحليه. دوله رئيس الوزراء امر بدعم مطروح بمعدات من الامان المحافظات الثانيه والشركات الشقيقه. جالنا 34 معده ما بين سياره شفط وبداله سحب مياه من اسكندريه والجيزه والبحيره والمنوفيه والغربيه. والحمد لله الامور كلها حاليا خلاص انتهت بالنسبه للمناطق الرئيسيه في مدينه مطروح، ما عادش في اي تجمعات ميه، كل المعدات دلوقتي هيبدا توزيعها على المناطق الفرعيه لمتابعه شكاوي الساده المواطنين، لو في حد عنده ميه حوالين البيت او جوه البيت، انت عارف نظام البيوت هنا البدويه في حوش ومنطقه مكشوفه، فلو في اماكن زي كده هنتعامل معاها ان شاء الله دلوقتي حالا يعني. طب هل في خسائر حصلت نتيجه السيول دي، وايه ابرز الخسائر دي؟ والله الحمد لله يا فندم، حتى الحمد لله حتى الان ربنا سترها ما فيش خسائر في الارواح. ان كان في خسائر ماديه هتبقى مثلا ميه دخلت على جراج او منطقه منخفضه، اذا كان في سياره او في اي حاجات منزليه تخص اصحاب البيت، هي دي اللي ممكن تكون موجوده. لكن حتى الان هو جاري، المحافظه مشكله فريق للمتابعه دي، واحنا كده احنا شغلنا الاساسي التعامل مع الميه في الشوارع. مشكورك. في السيد المحافظ مجهز فرق للحاجات ديت، وفي فرق اغاثه وفي كل حاجه، ومتابع لو في خسائر ان شاء الله يكون في تعويض يعني، بس الحمد لله حتى الان مش ظاهر حاجه واضحه قوي يعني. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.